اولا اليوم حضرنا لواحد الاحتفاليه بديخه ديال فيلم الحون بمناسبه التتويج ديالو الدولي والعالمي كتراث عالمي لليونسكو. فهذا التتويج كيجسد مره اخرى المكانه ديال الثقافه والفنون المغربيه والتراث المغربي كتراث عالمي بالمكانه اللي كيحظى بها على المستوى الدولي. فعلا كان لي شرف الحضور الى بوتسوانا من اجل مشاركه الوفد المغربي في هذا التتويج. هي كانت لحظة مميزة فعلا لأنها كانت اعتراف دولي ديال منظمة اليونسكو أمام مختلف دول العالم اللي حضروا لهذا اللقاء هذا، وكانت فعلا لحظة مهمة جدا كتعكس فعلا هذا التسجيل وهذا التتويج. هذا التتويج بالفن الملحون واعتراف به كتراث عالمي كيجسد الثقافة والحضارة ديال المغرب، كيجسد الجهود اللي كتبذلها بلادنا تحت القيادة الحكيمة صاحب جلالة نصره الله في الاهتمام بالتراث والفن المغربي. وحنا في وزارة الشباب والثقافة والتواصل ما يمكننا إلا نهنئوا لأسرة فن الملحون بلادنا بهذا التتويج. هذا هو تتويج مهم ومميز جدا لأنه فعلا كيعكس الفن الأصيل لتراث الملحون. وهذا التتويج هذا كيندرج في إطار واحد الخطة عمل اللي كتنهجها وزارة الشباب والثقافة والتواصل من أجل إدراج التراث المغربي في قائمة التراث العالمي اليونسكو. السيد الوزير محمد المهدي بن سعيد كان شارك في عدد من اللقاءات، وكان آخرها في المؤتمر الدولي اللي الدورة 42 للجنة المؤتمر العام لليونسكو اللي انعقد في باريس، واللي اكد فيها على اهميه تصنيف التراث الثقافي المغربي كتراث عالمي، وايضا الاهتمام بالتراث الافريقي باعتبار ان التراث المغربي جزء من العمق الافريقي للمغرب، واللي فعلا كما كتعرفوا ان هاد الجهود كتندرج في اطار المقاربه الجديده ديال التعاون جنوب جنوب والتعاون في عمق الافريقي اللي كيرعاها صاحب الجلاله نصره الله.